صحيح. طيب التلفزيون بقى، كابتن ياسر ريان، في ناس يعني بتقول لك لا اصل انا ما التلفزيون موجود طول السنه، وفي ناس بتحب تتابع الاعمال الرمضانيه والبرامج وكل اللي بيجي على التلفزيون او شاشه التلفزيون. طبعا انت مع انهي فريق؟ انا ما بتابعش اي مسلسلات اصلا، مش تقليلا طبعا، هم اشخاص محترمين. طب بعد رمضان بتشوف؟ ولا بعد، لا لا، انا لا، انا من هواة كرة القدم. يعني انا اي ماتش كرة قدم اتفرج عليه، افلام مسلسلات ممكن اروح السينما، اي حاجه مثلا الناس بتتكلم عليها بشكل كويس اروح اتفرج عليه، لكن وحاجه هادفه للمجتمع اللي احنا عايشين فيه وناس بتوصل رساله للمجتمع اتابعها. غير كده ما بتابعش. انا يعني انا اخر لقطه اتفرجت عليها في مسلسل كانت الفنان يحيى الفخراني لما كريمه مختار ماتت في المسلسل حماد منو دي، عزو. ايوه وهو مات وقعد ياكل. ده الحاجه اللي انا لقطه، تخيلي دي ما اعرفش بقى لها كام سنه، فدي تمام. لقطه شوف تخيلي. لكن اي حاجه مش متابعها انا بره رمضان وجوه رمضان ماليش فيها. بمناسبة بتحب البليلة بقى، بما ان هو كان قاعد بياكل لا بليلة في ماليش المشهد. فيها، لا 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 ماليش في البليله، لا. ما بحبش الحلويات، يعني اغلبيه الحلويات ما ماليش فيها يعني.